اكتب 645 مليون و500 و84 ألف و400 و62 في صورة قياسية. إذن لنحلل هذا إلى أجزاء، لدينا أولا 645 مليونا، 645 مليون، لنفكر في هذا قليلا، لدينا 645، لكنها ليست مجرد 645 بل هي 645 مليونا، أي يمكننا رؤية ذلك على أنه 645 ضرب مليون. المليون عبارة عن واحد مدموعا بستة أصفار، إذن هذا الجزء هو 645 مليون. كيف يمكن كتابته إذن؟ هذا العدد يعادل 645 ضرب واحد متبوعا بستة أصفار، إذن هذا سيساوي، سأكتبها هكذا، سيساوي 645 ثم نضع الستة أصفار، واحد اثنان ثلاثة، واحد اثنان ثلاثة، هذه هي الأصفار. سأقوم بعمل هذا بشكل بطيء وأعمل باقي الأجزاء من المسألة، لكن عندما تمتلكون الممارسة الكافية ستجدوا أن هذا شيء بسيط، ولن تقوم بعمل كل هذه الخطوات، بل سيكون بمقدارك كتابة العدد بسرعة. لدينا 584، دعوني أكتب هذا، 584، سأكتبه هكذا، 584 آلاف، دعوني أكتب الآلاف، إذن 584 آلاف، أي أنها 584 ضرب ألف. فكيف تتم كتابته؟ هذا الجزء هنا كم تساوي 584 ضرب ألف؟ حسنا، سيكون 584 متبوعا بثلاثة أصفار، ويمكنك كتابتها 584 ونضع ثلاثة أصفار، إذن 584 هكذا، لدينا ثلاث أصفار في نهاية العدد، إذن 534 وثلاثة أصفار. الآن الجزء الأخير الذي لدينا 462، ويكتب 462 أو 462 آحاد، إذن لدينا 462، أي هي 462 دون إضافات. الآن العدد المتكون من جميع هذه الأجزاء هو 645 مليون و584 ألف و462. إذن طريقة التفكير بهذا العدد هو أن نجمع هذه الأجزاء الثلاثة، والناتج يكون 645 مليون و584 ألف و462، والناتج الآن أستطيع القول أن هذا سهل بالنسبة لي وطريقة التفكير في هذا، أو أسهل طريقة لإيجاد قيمة العدد هي أن المليون يملك ستة أصفار، والآلاف تملك ثلاثة أصفار، والثلاث منازل الأخيرة لا تملك شيء. ما تستطيع فعله الآن عندما تريد أن تتعلم كيفية عمل ذلك بكل سهولة، ما عليك إلا أن تنظر إلى 654 مليون، فتكتب 645، إذن احتفظت به في دماغك وتضيف ستة منازل أخرى إلى جانبه الأيمن، ثم تقول 584 ألف، 584 ألف تكتب على النحو 584 ألف إلى جانبها ثلاثة أصفار،
حيث أننا سنحتاج إلى 3 منازل على يمين العدد. الآن لدينا 462، فلا يجب أن نضع أصفارا هنا، وبهذا نكون قد وضعنا 6 أصفار التي تحتاجها 645 مليونا، لكن يوجد 462، سنكتبها على اليمين هنا 462.